السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن تقرير أصدره مجلس معلومات سوق سيارات إيمك عن أكثر عربيات MPV سباعية المقاعد مبيعاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021. وحسب البيانات اللي صدرت من إيمك، بلغ إجمالي مبيعات القطاع خلال الفترة المذكورة 641 عربية، بينما تجاوز إجمالي قطاع العربيات الركوب في مصر 55,000 عربية. احتلت سوزوكي نيو إرتيجا المركز الثاني كأكثر عربيات مبيعاً في قطاع MPV العائلية سباعية المقاعد بحصة سوقية بلغت 39% واقع 249 عربية. بتقدم شركة مودرن موتورز الوكيل الرسمي لسوزوكي في مصر إرتيجا MPV سباعية المقاعد بفئة GLX أعلى تجهيزا بسعر 279,900 جنيه، وبتعتمد إرتيجا الجديدة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 77 حصان مع عزم أقصى 138 نيوتن متر. المحرك ده متصل بنقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات. العربية بتتسارع من الثبات لل 100 كيلومتر في الساعة في 13.5 ثانية، وطبعا ده رقم كويس كونها عربية عائلية، وبتصل سرعتها القصوى 175 كيلومتر في الساعة، وبتستهلك 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعة، وده رقم كويس جدا. بيبلغ طول العربية 4.39 متر، عرضها 1.73 متر، وارتفاعها الكلي 1.69 متر. ارتفاع الخلوص الأرضي بتاعها 18.5 سم، وسعة التخزين الخلفية للشنطة 153 لتر، طبعا دي قليلة جدا. والعربية واقفة على عجلات رياضية قياس 15 بوصة مزودة بمصابيح أمامية وخلفية وشبكة تبريد واكصدام أمامي بتصميم معدل ومرايات ضم جانبية قابلة للطي كهربيا، مقابض من الكروم، إزاز خلفي فاميه. الخطوط الجانبية للعربية في الهيكل بقى شكلها بارز بيزود الشكل الجمالي بتاع العربية، بالإضافة لتطعيمات من اللون الخشبي في الأبواب ولوحة القيادة. إرتيجا بتمتلك باقة من تجهيزات الأمان في مقدمتها الفرامل ABS مناعة الانغلاق، EBD توزيع الإلكتروني للفرامل، ووسائد هواء للسائق والراكب الأمامي، ودعامات ضد الصدمات، بالإضافة إلى قفل مركزي للأبواب وقفل أمان في الخلف، ومتوفر مجموعة من وسائل مساعدة السائق زي فوانيس الضباب الأمامية والخلفية، مذيب الصقيع في الزجاج الخلفي، في إشارات في المرايات الجانبية، عجلة القيادة بتاعتها متعددة المهام، فيها نظام إيموبلايزر ضد السرقة وإمكانية التحكم في المصابيح الأمامية، وفيها شوية وسائل رفاهية بتتمثل في كمبيوتر رحلات، تكييف اوتوماتيك ثنائي امامي وخلفي، مساند راس اماميه وخلفيه، وامكانيه التحكم في الزجاج بلمسه واحده، فيها نظام زر تشغيل وايقاف المحرك، بالاضافه لنظام صوتي ومشغل اقراص مدمجه، مدخل AUX، مدخل USB. الفيديو ده مش دعوه لشراء سيارات في الوقت الحالي، ولكن هو مجرد استعراض لمواصفات العربيه سوزوكي إرتيجا. طبعا يفضل في الفتره اللي احنا فيها دي عدم الشراء. في نهايه الفيديو أتمنى أكون قدمت معلومة مفيدة. أشكركم. سلام.